السلام عليكم جميعا. بالنسبة لنا احنا المقابلة أكيد أننا وجدنا لها طبعا الحال بواحد عزيمة باش أننا نديرو تخوا بوان، رغم أنه عندنا بروغرام تخي شارجي أنه كنلعبو كنحاولو ما أمكن نوفقو ما بين المباريات ديال الكاف والبطولة، لكن كنظن بالرجوع المقابلة اليوم كنظن لا بخوميييغ ميطون ولا دوزيام ميطون سيطرنا بطول العرض. كما قلت اليوم ما كانش بوتيت التوفيق مع اللعابه، ولكن ما كيحيدش لهم الفوق اللي داروا، برافو ليهم قدام واحد الفريق اوسي اللي كان منظم، يمكن بدل لو بلون دو جو ديالو اللي كان مغاير شويه المقابلات اللي لعب قبل، ولكن هذا ما منعش انه تعاملنا معاه بشكل جيد، فقط كان كينقصنا اننا نسجلوا واحد الهدف. ابخي برافو اللعابه على القتاليه ديالهم، ونسي ان البطوله مازال طويله، غيكون عندنا مقابلات بحال هكا. بالاكيد انه حنا طايقين في العمل اللي تنقوموا، طايقين في المباراة ديالنا وغادي نشوفوا لافون ان شاء الله.